الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معاكم الكبسه، ماشي بالطريقه الاصليه، ولكن بطريقه مبسطه واقتصاديه ومتوفره في كل منزل ان شاء الله. نبداو بالمقادير والطريقه ديال التحضير. البنات، في المنجره ولا في الكوكوط على حسب انتم شنو بغيتوا. كتشلضوا بصله رقيقه مع جوج ديال الدروس ديال التون، بصله كبيره. في التوابل البنات اليابسه كنديروا وريقه ديال سيدنا موسى، شويه ديال القرفاوات، جوج نجيمات ديال الباديان، وربعه الحبات ديال قعقله ولا حبوب الهيل. كنديروا معلقه صغيره ديال السمن، وكنديروا القليل من الزيت. اللي بغى يدير زيت نباتيه يديرها، انا كنكتفي غير بالزيت النباتيه شويه صافي. وكنديروهم فوق البوطه يتشحروا مزيان ونرجع معاكم. صافي البنات، من بعد ما تقلات لينا ديك البصيله والثومه مع دوك التوابل اليابسه، كنديروا هنا الدجاج. الدجاج كيبقى على حسب الكميه والرغبه ديالكم. كنديروا دابا التوابل ديال الكبسه حيت ما متوفرش عندي انايا واجده. غنحتاجوا البنات معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه عامره مزيان ديال الفلفل الاحمر اللي هي بابريكا، عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم ولا الكركم البلدي، عندنا راس البنات معلقه ديال الكمون، ما نكتروش باش ما يطلقش لينا المروره. عندنا معلقه صغيره ما تكونش عامره ديال القزبر يابس، عندنا راس معلقه البنات ديال القرنفل المطحون. اللي ما عندوش مطحون يقدر يدير زعما عواد، يديرو مع التوابل الاولين اللي درنا يابسه. الملح كيبقى على حسب الذوق، ما تنساوش البنات راه درنا السمن في الاول. وغندير شويه السودانيه، اللي بغى يدير الهريسه يديرها البنات، واللي ما بغاش كاع يديرها ما يديرهاش. انا غندير غير شويه باش ننسل صافي. وغنرجعوهم البنات فوق البوطه حتى يدخل معاهم ديك العطريه مزيان مع الدجاج، عاد نزيد نقول لكم شنو غنزيدو من وراهم. صافي البنات، من بعد ما قلينا هذاك الدجاج مع ديك العطريه اللي درنا ديال الكبسه، اللي عندهم موجوده يزيدها على التوابل. هما راه هادو اللي درت انا، راه التوابل الثانيين راه ديال الكبسه، اللي ما عنده موجوده يديرها، اللي ما عندوش يدير هادو اللي درت انايا. كنديروا هنايا البنات كنزيدوا عليهم من بعد ما قلينا الدجاج مطيشه وحده هكا مفرومه ولا مقطعه صغيره، وكنزيدوا معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه، اي مطيشه ديال الحك. صافي البنات، كنزيدوا هنايا ملي كنزيدوا مطيشه وطماطم المركزه، تنزيدوا الماء، القياس ديال الماء اللي غيغطي لنا الدجاج. كنا درناه في الكوكوط راه نشدو عليه حتى يطيب، ولا في الطنجره راه لا ميم شوز، تنخليو حتى هو ساك يطيب ونرجع معكم ان شاء الله. البنات، من بعد ما طاب لنا الدجاج كنصفوه من ديك المريقه اللي طيبناها فيه، وغنحطوه في المول، في اي مول اللي كيدخل في الفران، سواء مول سواء طاوة اللي كان.
صافي. وكندهنوا البنات بالزبده، بغيتوا تدهنوه بشويه ديال الزبده، شويه ديال الزبده صافي البنات. انا بعد ما طاب الدجاج ديالنا كنحيدوه وتنديروه في مول اللي كيدخل الفران، كيف ما كان طاوه ولا مول اللي عندكم كيدخل الفران. غندهنوه بالزبده وغنصفيو ديك المرقه من اللي طاب فيها الدجاج، غنصفيوها من دوك التوابل الصحيحه، ديك الباديان والقرفه ديال والورقه ديال سيدنا موسى. عاد ندوزو نوريكم كيفاش غنديروا الرز. صافي البنات، من بعد ما صفينا الرز ديالنا نقعناه في شويه ديال الماء، غير الماء بارد، كنزيدو الكوكوت ديالنا من بعد حتى هي ما حيدنا منها دوك البودور كلها. هنا البنات انا درت تقريبا 3 ديال الكيسان ديال العنبه، نتوما الا كانت كنتو كتار ولا بغيتو الكميه كثيره كتزيدو. هنا البنات انا زدت الزبيب، اللي ما بغاش يزيدو ما يزيدوش. وبالنسبه لهاد المرحله البنات راه هي الاخرى، حتى صافي كيبقى لينا باش غنحطو، حيت الرز ما كيديش بزاف ديال الطياب. صافي، وهنا كاضافه انا كنزيد راس معلقه ديال الهريسه، بغيتو ديرو كتر ديرو. صافي البنات غنزيدو الماء اللي غنطيبو، يعني اللي غايبان لينا هنا. راه ديجا بقى عندنا شويه تما في ديك المريقه، نزيدو واحد جوج كيسان. انا هنا زدت جوج كيسان على داك المرق اللي بقى ليا غيطيب فيه الرز. صافي البنات كنسدو عليه و تنخليوه حتى كي اون فوا تيبدا يصفر تنقصو تنحسبو 15 دقيقه. فهاد الاثناء فاش غيقرب يكمل 15 دقيقه نكونو درنا الدجاج ديالنا، دهناه بالزبده ودخلناه للفران شويه ياخد داك اللون الذهبي ورجعوا الشكل النهائي ان شاء الله. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكبسه ديالنا، راه كتجي رائعه وسهله، سهله جدا، لا من ناحيه ديال المقادير ولا ديال الطريقه ديال التحضير ديالها. انا هنا رافقتها باللوز مقلي ومسلوق. الا بغيتو ديروها البنات غير هكا بلا لوز بلا والو، ولا ديروا الكركاع اللي بغيتو، كيبقى تزيين على حسب الذوق ديالكم. وتا بالنسبه للزبيبه البنات انا هنايا درتو في المرحله ديال الرز كيف ما قلت لكم، اللي ما بغاش ما يديروش، يعني ماشي بالضروره يكون. نتمنى على فيديو تنال اعجابكم، ما تنسوناش بلي لايك، واللي شاف الفيديو لاول مره يدخل القناه ويدير اشتراك الى عجبو المحتوى. والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.